في اول الفيديو عاوز اقول لكم على حاجه. الفيديو اللي انا بعمله لما اقول هياكلونا صراصير او دود او الحاجات المقززه اللي انتوا بتسمعوا عنها دي، يا باشا انت مش هيفرض عليك حد ان انت تاكل حاجه غصب عنك. طب البديل ايه؟ هاكل من محلات العرب، مش هاكل اي حاجه، هتحرض دقه من اي منتج انا بشتريه. يعني شوكولاته فيها صراصير مش هاكلها، نوع معين من المعجنات فيه ديدان، فيه صراصير، فيه جراد، فيه الحاجات المقرفه دي مش هاكلها، محدش هيفرض عليا حاجه اكلها غصب عني. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده في اضراب داخل المانيا، المواصلات العامه كلها مش شغاله. طيب انا لما بقول الموضوع ده هل ده ياثر عليا انا شخصيا؟ لا، انا بحكي لك القصه. في بعض التافهين ممكن ياخدوا هذه القصه بتريقه او بهزار، كل ده لا يعنيني بشيء. انت فين وانا فين؟ انت حياتك ايه وانا حياتي ايه؟ انت تعليمك ايه وانا تعليمي ايه؟ انت دورك ايه في الحياه وانا دوري ايه في الحياه؟ انت موقعك وشغلك ايه وانا موقعي وشغلي ايه؟ فهمت؟ هو ده اللي تسال نفسك عليه. لكن شغل التفاهه انا ما بحبوش، عادي، بالعكس ده انا بقعد اضحك على بعض التافهين في هذا الكون. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. صباح الفل، ازيكم، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ النهارده انا جيت الاكاديميه بالدراجه. جيت بالدراجه عشان النهارده في اضراب للسواقين اللي بيسوقوا المترو والاوتوبيس وحتى الترام اللي بيمشي في الشارع. تقريبا كل المواصلات العامه داخل مدينه نورنبرج متوقفه. طيب الناس ما راحتش شغلها النهارده؟ الناس كلها راحت شغلها، مفيش حد وقف، لان الناس كلها تقريبا عندهم سيارات او عندهم دراجات او عندهم موتوسيكلات او عندهم رجليهم يمشوا بيها. يعني ده اللي حبيت اقوله في الاول. يلا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، تعمل اللايك للفيديو. يلا بينا. يلا بينا. صباح الفل. شعب ما يتعاند، ما تقدرش تعاندوا الشعب ده. اه والله، اضراب طز في الاضراب، عادي هيروحوا بعجلهم. انت خد بالك زي حالاتي كده. صباح الفل. صباح الفل. شايف يا نجم؟ عادي، شايف الشارع زحمة ازاي؟ أول مرة يبقى زحمة كده، ومع ذلك الناس بتروح شغلها برضه. النهاردة يا جماعة في إضراب في مدينة نورنبرج، تقريبا كل المواصلات العامة داخل مدينة نورنبرج متوقفة النهاردة. طب الموضوع ده مفاجأة؟ لا يا باشا، قايلين من أسبوع إن هم هيعملوا إضراب عشان يزودوا المرتبات بتاعتهم 10%، 10.5% بالظبط. بس أدي القصة. هل بقى هيوافقوا يزودوا لهم المرتب بتاعهم 10% ونص ولا لا؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله الايام الجايه. عادي، والناس عادي برضو، الناس فاتحه اشغالها ما وقفتش. يعني هم عملوا اضراب، اعملوا اضراب ما فيش اي مشاكل، واحنا معاكم كمان، بس احنا هنروح شغلنا اللي ملوش علاقه بيكم. انت واصله لك اللي احنا بناخد عليه مرتب، ويمكن مرتبنا زاد في الفتره دي، فلازم نروح الشغل بتاعنا. وانا طبعا لازم اروح الكورس بتاعي بالعجله. صباح الفل يا ابو عجله. صباح الجمال. تحفني تحفني، امور عاديه جدا، مفيش اي مشاكل، ولو اكتر من كده عادي برضو. احنا عايشين في المانيا يا اخوانا، عايشين في المانيا يا جماعه، مش عايشين في بلد تعبانه ولا بتاع، لا احنا عايشين في بلد محترمه. كل الامور دي مفيش اي مشاكل، الناس عندها عربيه واتنين في بيوتها، فالمواصلات عطلانه او مش شغاله هياخد بعضه يروح مكان تاني، يركب برضه مواصلته عادي، هيركب عجلته، هيركب عربيته، هيركب اي حاجه، المهم يروح شغله، حتى لو ركب نفسه مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. وصلت الاكاديميه الحمد لله اهو، موضوع بسيط خالص مش مستاهل تعقيد. يلا نعدي الناحيه التانيه بقى، وبعد كده الله كريم. طبعا شفتوا حضراتكم خروجي من البيت، كان الطريق زحمه جدا لان الناس اعتمدت على السيارات واعتمدت على المواصلات الخاصه بيها. لما باجي الاكاديميه وبتعلم بحس ان انا ايه، ان انا فعلا ليا قيمه. النهارده اول مره اعمل اختبار لنفسي من غير ما ابص في كتاب، والله العظيم كتبت تقريبا 3 ارباع صفحه، والاخطاء اخطاء بسيطه جدا. في اخطاء طبعا، في اخطاء، ولكن الاخطاء بسيطه جدا، لدرجه ان انا سالت المدرسه قلت لها ايه رايك في المستوى، قالت لي جميل جدا. يعني ده اكيد بيبقى تحفيز من المدرس بتاعك او المعلم بتاعك ان انت بتستمر، لدرجه ان انا قلت لها تفتكري اول يوم جيت هنا كنتش اعرف الالف من كوز الذره بالمعنى،
قعدت تضحك قالت لي اه طبعا فاكره، لكن مستواك النهارده كويس جدا، وده البيت اللي دايما بصور جنبه قدام الاكاديميه على طول. وكنت راكب الترام من كام يوم وعديت على المكان ده ووريتكم انا بصور فين. بحاول دايما ادخلكم معايا في طقسي اليومي او طقوسي اليوميه. خالد انت ليه بتدعم اوكرانيا وما بتدعمش فلسطين؟ مين قالك كده؟ لو رجعت في الجروب بتاعي هتلاقيني بتكلم عن فلسطين كتير جدا، لو رجعت في القناة في المنتدى الحاجات القديمة جدا بتكلم عن فلسطين. انا ما بنساش ابدا قبلة المسلمين السابقة قبل مكة، مسجد الاقصى والقدس، كل ده مقدس عند المسلمين جميعا، فمحدش يزايد علينا من فضلكم، احنا ناس احرار. لسه مخلص الكورس دلوقتي وقلت بقى اتمشى عشان الدراجة وحشاني بصراحة، يعني اتحرمت منها طوال الشتاء. طب ليه ما بركبهاش الشتاء؟ اركبها ليه بالشتاء؟ ما انا عندي تيكت بركب بيه كل المواصلات وانا ناقص عذاب. كان مرة زمان في واحدة كانت عايشة مش فاكر في روسيا ولا فين او في كازاخستان، مش متذكر والله البلد، فكانت بتمشي في عز التلج درجات الحرارة 20 و25 و30 تحت الصفر، وهي ماشية بلبس خفيف جدا، يعني لبس صيفي. القصة دي مشهورة جدا يا جماعة، ممكن تراجعها في الانترنت. المهم وكانوا الناس اهل القرية بتاعت البنت دي كانوا بيتريقوا عليها، بيقولوا عليها مجنونة ومش طبيعية، ازاي تمشي بالشكل دوت. نفس القصة الناس اللي بتركب عجل في عز التلج وعز الساعة دي، يعني ناس بتجازف، مش هقول مجانين ولا هقول عليهم اي حاجة مش كويسة، ولكن بيجازفوا ازاي يعني؟ ما انا اركب تاكسي او اركب مثلا مواصلة متاحة ليا واوفر التعب والساعة والبرد اللي انا فيه، صح؟ يعني دي حاجة حبيت اقولها اليوم واحنا ماشيين بالدراجة في المدينة. صلاة الجمعة دلوقتي، جيت انا عشان اصلي في المسجد اهو في المكان ده في الشارع ده، شايف؟ يلا نصلي الجمعة وبعد كده الله كريم، عشان الناس اهي بتجري على صلاة الجمعة، الخطبة لسه ما بدأتش. يلا بينا. لسه خارج من المسجد دلوقتي، الصلاة خلصت الحمد لله، ويلا بينا نكمل على البيت. واحنا ماشيين انا بصور لكم عشان انتم تبقوا معايا في الموضوع والقصة. النهاردة طبعا اضراب المواصلات العامة داخل مدينة نورنبرج، ولكن الناس راحت شغلها وهتلاقي الشوارع زحمة شوية عن الطبيعي صراحة. يعني الشارع ده الطبيعي بتاعه من ساعة ما جيت ألمانيا من سنة تقريبا، عمري ما شفته زحمة بهذا الشكل. شايف؟ كله عربيات طبعا عشان رايحين اتجاه البنهوف، اللي بقى جاي من شغله واللي رايح شغله، والناس الله يعينهم في هذا اليوم. طيب زي ما انت شايف، ايه رأيك في هذا الوقت؟ الموضوع ده هيستمر شهور وسنين واسابيع؟ لا لا لا، هو النهاردة بس، النهاردة بس وخلاص، فرتش فرتش مرتش. صباح الفل. يا ريت نتعلم تحضر من هؤلاء الناس بجد، يعني يا ريت، بتمنى بتمنى. وزحمة يا دنيا، زحمة زحمة ولا عادش رحمة، زحمة وراحوا الحبايب، يا عيني مولد وصاحبه غايب. صباح الفل، صباح الفل يا رجالة، صباح الفل، صباح الإدراوات والاستقلال التام أو الموت الزام. بقول لي واحد صاحبي الله العظيم لسه من كام يوم لما عرفنا ان في اضراب النهاردة، فبقول له ايه، بقول له الناس دول انا نفسي نوديهم دولة من دولنا العربية لمدة اسبوع، تمام؟ ونجيب الشعب اللي موجود في الدولة العربية نجيبه يعيش هنا، اوكي؟ والله قلت له كده بنفس اللفظ. وبعد اسبوع نجيب الشعب اللي هو عاش في بعض الدول العربية اياها، ماشي؟ ونسأله سؤال، ايه رأيك في موضوع الاضراب؟ قلت له الشعب الالماني هيقول كلمة اضراب دي مش موجودة عندنا في القاموس، يعني الناس لو راحت تعيش في مكان آخر هتقول الحمد لله على المكان اللي هي موجودة فيه. نفس القصة لو انت في مكانك ورحت بلد آخر، والله العظيم هتقول الحمد لله على عيشتي في بلدي وفي وسط أهلي وفي وسط ناسي وفي وسط أصدقائي، دي تسوى الدنيا وتسوى كتير قوي. يا ريت تفكر فيها صح، صدقني والله ما بتحسش بالشيء الا لما بيروح منك. ولو سالت اي مغترب سؤال واحد، لو رجع بيك الزمن تتغرب؟ هيقول لك لا، والله العظيم هشغل دماغي داخل بلدي وهعمل فلوس. انت كمان يا حبيبي القلب،
لو الدنيا مزنقه معاك والسفارات مقفله في وشك، حاول بقى تشغل دماغك عشان ربنا يكرمك ونشوفك كده من الاعيان في بلدك يا رب. صباح الجمال، صباح الطعامه، صباح العسل. الناس النهارده بتستخدم اللي هو السكوتر بالكهرباء، ده رخيص ولا غالي في المانيا؟ لا، ممكن اليوم كله مثلا يعمله 8 يورو 6 يورو 7 يورو حسب استهلاكك والوقت. معظم الناس النهارده استخدمت هذا الموضوع. طب حاجه كويسه، ده بتاعه على فكره، ده مش الشركه. طب ده موضوع كويس او حاجه كويسه؟ طبعا حاجه كويسه، شغلت الشركات دي النهارده، يعني مفيش خسائر ولا في اي حاجه. وحركوا العجل الناس اهو، واحد ولا واحده هيبع بعجله بتاعتها، يعني الدنيا اتحركت شويه في هذا اليوم الجميل ان شاء الله. انا بالنسبه لي مفيش زحمه، يعني العربيات واقفه في الشارع طبعا، لكن انا بالنسبه لي بمشي فوق الرصيف واماكن مخصصه لعبور الدراجات عادي، مفيش اي مشاكل، فاهم يعني؟ مفيش عضله ولا اي شيء. بص مكان اهو الدراجه امشي فيه عادي رايق وزي الفل. العربيات بس واقفه في الشارع، يعني في بعض الاماكن في زحام، ولكن بالنسبه لي انا مفيش اي مشاكل. ويومنا بنقضى طبعا. انا المهم يعني اتجاه البيت عكس ما انا ماشي كده، انا بتمشى النهارده معاكم لو ان في لسعة برد في الطريق. اخضر نعدي، اهي عجله تانية، اهي واحد تاني بعجله. الناس كلها النهارده راكبين حد اوه اوه فاستس اليس جود. عملت حادثه، قوات الراجل. الراجل اصلا هو غلطان، يعني الطريق ده المفروض ان هو ما يقفش فيه كده. فطبعا الناس عشان ما بتركبش عجل كتير فتقريبا نسيوا القوانين، يعني الحمد لله ربنا استرها ولحقنا على اخر لحظه. يعني يبقى بقى موضوع الحلقه النهارده، عملت حادثه بالدراجه، ايه رايكم؟ رجعت تاني على بليره عشان اروح على البيت، وما زلنا ماشيين في طريقنا. طبعا انا عشان امسك التليفون في ايدي كده واصور طبعا غلط، في عربيه شرطه هناك اهي ممكن تخالفني، صح؟ اهي شايفها؟ بس طبعا هخبي التليفون وهقفل دلوقتي. يلا سلام 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 سلام. قلت لكم في الفيديو ان النهارده زحمه يعني غير المعتاد. طيب المحلات التجاريه فاتحه النهارده ولا قفلت برضو وتاثرت بالموضوع؟ لا، محلات اهي عادي جدا فاتحين وفرشين اهم اهم. كل المحلات اللي انت شايفها دي شغالة، حتى العربيات النقل اهي بتنقل البضايع وبتجيب بضايع والدنيا زي الفل، يعني مفيش حاجة أثرت على الناس. الناس هنا يا جماعة مفيش حاجة تأثر عليهم. إضراب للمواصلات يروح واخد عربيته، إضراب للمواصلات تروح واخد عجلتها، إضراب للمواصلات يروح مأجر سكوتر، إضراب للمواصلات يركب تاكسي، إضراب للمواصلات يركب طيارة، إضراب للمواصلات يركب العربية الكارو بالحمارة بتاعته، عادي يا جماعة عادي، أهم حاجة يروح شغله، ما هو شغله بياخد عليه مرتب، ما ينفعش يغيب منه، لأنه برضه في يوم من الأيام عمل إضراب وزودوا له مرتبه، فما ينفعش بقى إيه هو يأثر في عمله، صح؟ صباح الفل. بهزر معاكم وندردش ونفرفش مع بعض في اليوم الجميل ده المشمس الحلو، ولو إنه ساعة، بس ساعة عارف الإيد بس هي اللي ساعانة، ممكن ألبس الجوانتي وبلاش مقاوحة، بس المشكلة إن أنا عشان البس الجوانتي فهضطر ان انا كل لما اقفل لازم اشيل الجوانتي والبس الجوانتي، فنتحمل سنه البروده دي عشان خاطر عيونكم انتوا. ولو لسه قاعد لحد دلوقتي ما مشيتش من اول الفيديو، اتمنى تكون اشتركت عشان البرد اللي احنا فيه ده، وتكون قلت تعليقك المهذب المحترم الجميل، وعملت لايك للفيديو عشان احنا بنكبر بدعمكم ليا. صباح الفل. مش هعمل مونتاج في الحته بتاعه الحادثه دي عشان تشوفوا قد ايه الناس حتى ذوق. الراجل غلط واعتذر، انا قلت له في ايه يعني، عارف هي كلمه طلعت مني طبعا كلمه صحيحه، فالراجل قال لي ان شلت جم، انا اسف او بعتذر يعني. المهم انا بوريك الناس اهو، بص بعجل ده طبيعي الناس ان هي تمشي بعجل، ده موضوع طبيعي جدا، ولكن اللي مش طبيعي ان انت تشوف كميات من السكوتر كتيره جدا غير الاستخدام العادي اليومي اللي انا بشوفه. انا بحكي لك اللي انا بشوفه، ما بحكيش اكتر من اللي انا مش بشوفه، فاهم؟ حلوه دي يعني. صباح الفل. بصوا المطعم فاتح، المول التجاري اهو فاتح اهو، ناس اهي في الشارع. المحل اللي هو بتاع الاتراك ده شايفه عند الست اللي لابسه بالطو ابيض ده شغال. المطعم التركي بعد منه اللي انا بجيب منه الفلافل والشاورما شغال. سوبر ماركت عثمان جنب منه شغال. كل المحلات التجاريه يا جماعه شغاله النهارده، مش يوم اجازه، مش يوم اجازه. انت عارف لو الاضرابات دي في بلد عربي
يعني مش هذكر بلد بعينها، ولكن انت اسهب بلدك لو اتعمل اضراب، شوف الدنيا هتبقى ايه، هرجله ومرجله، وهيبقى تكسير وتوليع وكل حاجه انت عاوزها. ناس باحترام وبادب، وبعدين ما فاجئوش الحكومه او ما فاجئوش الدوله وقالوا لهم احنا دلوقتي هنعمل اضراب، لا ده قال لهم من فتره، وانا عارف الموضوع ده من 3 ايام مثلا، انت واخد بالك؟ فده شيء كويس اني تبقى انت عامل حسابك، ولذلك الناس عملت حسابها، اللي خرج دراجته نفخها، واللي خرجت خرجت عربيتها مونتها بنزين، واللي مش عارف ايه، واللي دور له على سكوتر حطه جنب البيت عشان اول ما يصحى الصبح يروح واخده طاير، اهو الراجل الافريقي اهو بص، وفي بنات اهي، في بنت كمان اهي، وبنت ورا هناك اهي لسه ما جاتش. المهم يعني الناس بتمشي حالها وعادي وبيروحوا مصالح، فهمت يا حبيب القلب؟ طبعا احنا قدام سور المدينه القديمه، المدينه الرائعه الجمال، لان اول ما تقف جنبها بصراحه تحس ان هي لسه معموله من ساعه، يعني مش هقول لك امبارح، لا من ساعه، نظيفه جدا، وتحس ان هم غسلينها بالصابون ولا بالشامبو، بالشامبو، وزي الفل الحياه. يلا يلا بينا. وصلت اهو عند السوبر ماركت، وجنبه على طول لازق فيه اللي هو المطعم بتاع الشاورما الاتراك، وقبل منه في محل بيبيع منتجات داخل مدينة نورنبرغ، يعني الناس شغالة. هنا برضو في حاجات اهي مفتوحة، البنك فاتح، البوسطة فاتحة، كله فاتح، كله فاتح، كله فاتح، مفيش حاجة وقفت، مفيش حاجة وقفت، ومفيش حاجة هتقف، خلي بالك. الناس دول بيحبوا مصلحتهم وعاوزين مصلحتهم، والبنت اهي اللي راكبة السكوتر عادي ومفيش اي حاجة، وجاية من شغلها ولا رايحة شغلها. المهم الناس دول مفيش شيء بيأثر عليهم او بيزعلهم او بيضايقهم، اهم حاجة هو عمل اللي هو عاوزه، في نفس الوقت ما خربش بلده، قال رأيه بمنتهى الأمانة والصراحة، والمسؤولين بقى يقرروا يزودوا لهم 10.5% اللي عاوزينهم ولا مش هيزودوهم، دي هترجع للحكومة أو ترجع للشركات، والله المستعان. انطباع النهاردة عن يوم الإضراب، سؤال ممكن يدور في ذهن حضرتك، الناس النهاردة وشها عكر ومنكدة وقرفانة ومش طايقة تشوف حد، ومكشرين وبيخانقوا دبان وشهم ومش طايقين روحهم. بالعكس، الناس اللي انا شايفه انه الناس عادي جدا وشهم بشوش، بالعكس، وبيروحوا اعمالهم مفيش اي مشكله. الله اعلم بدواخل الناس، هل الناس دي بقى متضايقه من زهقانه قرفانه مع الناس اللي هم عاملين اضراب النهارده مع كذا مع كذا، والله الله اعلم. في حاجه عاوز اقول لك عليها للناس اللي هي بتقول لك ان المانيا او الاتحاد الاوروبي بطل يدعم اوكرانيا. بص المنظر ده، شايف علم مين ده؟ علم الاتحاد الاوروبي، علم اوكرانيا، علم المانيا في الشارع اهو، مش محطوط قدام منظمه ولا محطوط قدام جمعيه خاصه باوكرانيا فحاطين الاعلام، لا لا لا، في الشارع، والناس كلها في مدينه نورنبرغ بتعدي على هذا المنظر. ما شاء الله، ربنا يزيد الناس كلها. يعني الالمان والاوروبيين ده امريكا، في بعض الدول من ضمنهم 147 دوله على مستوى العالم بيدعموا اوكرانيا، 7 دول بس مع المنجوسة روسيا. وتحيا أوكرانيا. شايف كمية الناس دول اهي، وفي هنا كمان ناس هم ناس واقفة جنبي. المهم كمية الناس دي المفروض ان انت مكنتش بتشوفها في الطبيعي، لان الناس دول كانوا مختفيين داخل محطات المترو او داخل المواصلات العامة، فهمت؟ يلا يلا يا حبيب القلب. عاوز احكي لكم حاجة، يعني هي حاجة خاصة بي انا. طبعا انتوا عارفين ان الفتره بتاعه الشتاء دي تقريبا انا ما ركبتش دراجه غير مره والمرتين تقريبا على اقصى تقدير يعني. المهم من حوالي جي شهر ونص كده واحد كلمني قال لي انا عاوز اشتري الدراجه، فانا قلت ايه دي مركونه وما بركبهاش، والجو شتاء وساعه ومستحيل اركبها في الجو ده، اركبها اقرف نفسي ليه، فقلت له خلاص انا موافق ان انا ابيعها. فالمهم رحت متصل بعبد الله، قلت له عبد الله في واحد جه شاف الدراجه واداني ميعاد بعد بكره يجي ياخدها كويس، وقعد يفصلني في السعر، وانا ايه رفضت ان انا انزل اي فلوس في سعر الدراجه. المهم عبد الله والله العظيم، والله العظيم يا جماعه، عبد الله كان قراره قال لي يا خالد ما تبيعهاش، خساره، خليها هتنفعك، الدراجه بتروح بيها هنا بتروح بيها هنا، وبتوفر عليك كتير قوي في احيانا في وقت انت بتبقى ايه محتاج ان انت تخرج تعمل فيديو مش عارف ايه الحاجات دي، فبلاش تبيعها. فانا اقتنعت بكلام عبد الله كويس، وقلت في نفس الوقت انا اديت للراجل كلمه استحاله هرجع فيها. المهم الراجل، والله بحكي لكم الحكايه بما يرضي الله كويس، فالراجل قال انا بكره جايالي فلوس وهجي لك بكره او هتصل بيك كويس. المهم جينا تاني يوم الراجل ما جاش، خلاص مفيش اي مشكله عادي، انا بالنسبه لي ولا اي حاجه ولا فلوس الدراجه دي يعني هتخليني اركب العربيه الاخر موديل يعني. المهم قلت بركه ان هي جت منه، خلاص انا كده عرفت الراجل ده كمان حتى ما بيقدرش الرجاله
معلش انت لو بتتفق مع واحد على شيء وقلت له انا هبقى اتصل بيك يبقى لازم تتصل بيه سواء بالايجاب او بالسلب، لازم تحترم الناس. انا عقدت كده في الدنيا ان انا حتى لو في شيء انا بشتريه وما توفقتش ان انا اشتريه او ان انا مش عاوزه لازم اقدر الشخص عشان عيب. المهم الراجل ما اتصلش بيا وانا بصراحه خدت موقف ان انا ما بيعلوش الدراجه اصلا كويس، فمشيت. في نفس اليوم اتصل بيا عبد الله قال لي خالد ما تيجي ايه نقعد مع بعض شويه تعالى وبتاع ونعمل لقمه ونتغدى وكده. قلت له خلاص ماشي. فعلا رحت لعبد الله فركبت اللي هو الترام من قدام بيت عبد الله بيوصلني عند البيت عندي، فركبته قدرا لقيت الراجل اللي عاوز يشتري الدراجه دي قاعد في الترام. فانا بيني وبينك يعني ما حبيتش ان انا احرجه، في نفس الوقت يعني اخدت منه موقف مش حلو لانه عرفت عنه ان هو راجل ما بيقدرش الرجاله، وخلاص الموضوع خلص وعدى ومفيش اي مشاكل. المهم فوجئت من حوالي 10 ايام او 20 يوم تقريبا يعني بيقول لي الدراجه انا عاوزها. قلت له اسف يا باشا الدراجه مش هبيعها والله العظيم كده يعني، او قلت له مش للبيع يعني انا هبقى اوريكم، مش فاكر الكلمه اللي انا كتبتها بس انا رحت لطش بيها على طول كده انا زيك وبتاع مش هبيعها. راح قال لي خلاص تمام، رد عليا بكلمه تمام يعني الكبس كبسه ما يعلم بها الا ربنا. المقصد من القصه اللي انا بحكيها دي ان انت بتفكر ان انت تشتري الشيء المعين اللي في دماغك ورحت لشخص والشخص ده راجل محترم حتى لو الراجل ده انت حاسس ان هو اصغر منك في السن او ايا كان واتيفر، لازم تقدر الناس، لازم تعمل تقدير للرجاله، فاهم يا حبيبي القلب؟ لان تقدير الرجاله يسوى فلوس كتيره جدا. عارف هو لو كان قدرني وقال لي انا مثلا ظروفي وما معيش مثلا غير مبلغ كذا، انا والله العظيم كنت ممكن اقبل بالمبلغ الكذا دون واقول له خلاص عشان هو قدرني بس. فهمت يا حبيبي القلب؟ صباح الفل. بس الدراجه النهارده نفعتني، يبقى كلام عبد الله كان صح وانا تقديري كان صح والراجل عمل كده عشان ده ترتيب ربنا ان انا ما بيعش الدراجه الجميله بتاعتي دي. وصلت؟ بس خلصانه. لففتكم وخرجنا سوا وانا واقف في الشارع والدراجه هي عامل بقى حصان. المهم صراحه يوم جميل قوي شمس بس في لسعه برد. اللسعه دي مزعجه اكيد طبعا مزعجه لاي حد، احنا مش ناس حلاليف يعني، ده احنا ناس بشر عندنا دم وعندنا احاسيس وبنشعر بالاجواء. هي دي القصه. وطبعا وريتكم اضرابات الناس، موضوع زاد في الشارع شويه بس مش مشكله هينتهي بكره لان المواصلات هتشتغل عادي وطبيعي جدا بكره، مش هتقعد لبعد بكره ولا هتقعد لاسبوع ولا هيستمروا ويعيشوا في الدور، لا الموضوع خلص. عملنا الاضراب وريناكم ان احنا ممكن نعمل هذا الكلام في المستقبل، وانتم بقى عليكم القرارات وعليكم ان انتم تزودوا لينا 10.5%. مش عاوز اطول عليكم يعني اكتر من كده في الفيديو، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. صباحكم جميل، صباحكم عسل، صباحكم فل. خلي بالكم من نفسكم يا عرب، اشوفكم على خير. السلام عليكم، باي باي، سلام.